بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بالعيد منتقي مباشرة من العمالة الحي الحسن عين الشوق، وحنا دابا كنتواجدوا عند البطل ديالنا زمو عز العرب رئيس جمعية المنتدى التحدي في السلطان، واللي تقوموا بواحدة الزيارة أنا وبعض الأبطال كالبطل طونديم حمدة جنان والأخ داودي، وتتواجد معنا البطل الكبير أكرد حميد وكيلي خالد اللي كتشوفوا معنا في الصوره، وكما كتشوفوا معنا في الصوره حتى هو البطل ديالنا طونديم سحيم دا جنان. ونخليو البطل ديالنا زمو عز العرب اللي غادي يعطينا شي كلمه وفي هذه الزياره المفاجئه عنده انا والاخوان. اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم وما حالكم هذا، وكنتمنى التوفيق للجميع هذه السنه. راه السنه كلشي ان شاء الله راه محزم، هذا ما نقوله ان شاء الله، التوفيق للجميع. وتشكرك الاخ زمو بالحفل اللي درتيه في هذا السنه، كنشكرك بزاف المجهودات الكبيره ديالكم وديال الابطال، فرحانين الابطال ديالنا. كنشكرك الاخ، وكيتواجد معنا هنا سحيمدا طونديم سحيمدا جينا اللي غايقولنا شي كلمه بحق البطل ديالنا زمو عز العرب. بسم الله. الكاتب العام ديال اتحاد جمعيه الدار البيضاء الكبرى والنواهي. كنشكروا الاخ زمو على هذا الاستقبال اللي استقبلنا في الدار ديالو، جينا باش نشوفوا الحميمه عنده ونتولوا، وداك الشيء تبارك الله مزيان، خصها شويه الخدمه وداك الشيء وغيكون ان شاء الله مزيان. نتمنوا له التوفيق والناس كاملين جميع المواليد. الله يسخر الله يسخر، وندوزو لعند طونديم جنان حتى هو اللي غادي يقول لنا شي كلمه بحق زمو. السلام عليكم. كنشكر الاخوه اللي قاموا بهذه الزياره عند رئيس الجمعيه ديالنا سي زمو عز العرب والكاتب العام اتحاد الدار البيضاء الكبرى، وكنشكر الرحاله اللي كيقوم معنا بهذه المجهودات الجباره هذه. وكما كتشوف معنا تولعنا عند الرئيس ديالنا الاخ عز العرب، داكشي في المستوى الحمد لله، غير هو خصو واحد شويه الخدمه ان شاء الله وغتكون الامور على ما يرام. توفيق ان شاء الله. ودوز عند البطل ديالنا الداودي اللي غايقول لنا شي كلمه بحق زمو عز العرب. كنشكرو عز العرب على الدعوه هذه، انا والاخوان اللي جينا نشوفو هنا نزورو. بالمناسبة تبارك الله استجنا في المستوى، كاين قصة شي لمسات لداخل، ولكن شي كيفرع عنده بسامة، غيكون العام الجاي إن شاء الله غيكون في المستوى وغادي يشارك مع جميع الإخوان، وكنتمناو مستقبل ظاهر لجميع المواليع. أشكرك الأخو. ندوزو عند البطل الكبير أكرد حميد اللي غادي يقول لنا شي كلمة بحق زمو عز العرب. السلام عليكم ورحمة الله. حنا اليوم إن شاء الله كنتوازو عند السي زمو عز العرب، وتولعنا عنده تبارك الله عنده حميمات في المستوى، وان شاء الله انا كنرشحو بان غيكون ان شاء الله مع الاوائل، وغتكون ان شاء الله واحد المنافسه، لان الجمعيه ديال المنتدى درب السلطان الحمد لله جامعه مواليع كبار وابطال كبار، كسحيم دا جنان وكيلي خالد، كاين اجلابي يوسف الحاج خالد ان شاء الله حتى هو غيكون في واحد المستوى ان شاء الله حاضر، كاين انا قول عاود من قلت انا، وتبارك الله كاينين مواليع، وان شاء الله اللي بغى يتنافس وبغى يلعب يجي لهذه الجمعيه باذن الله. والله راه غيكون ان شاء الله واحد الحماس وواحد العام غيكون ان شاء الله زوين، وغتكون منافسه شريفه، واللي جا مرحبا به، وغتكون منافسه ان شاء الله وتكون مع الاتحاد. وكنشكروا السي زمو على هذا الحفل اللي قام به، كان حفل كان ان شاء الله كان الحمد لله كان في واحد المستوى كبير اللي حنا الحمد لله عجبنا وكان في مستوى، ونتمنوا ان شاء الله يكون واحد الاتحاد، يكون بغينا يكون بلا مشاكل وبلا صداع، بغينا يتلاحموا وتكون واحد المفاهمه، وتكون ان شاء الله تكون واحد السنه القادمه تكون ان شاء الله نتمنوا تكون من السنه احسن من اللي فاتت، رغم السنه اللي فاتت كانت مزيانه. وكنشكروا الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشكرك الاخ حميد. ودوزو عند الاخ البطل ديالنا وكيل غايقول لنا شي كلمه هو بحق الاخ زمو. بطل المسافه الطويله هذا الاخ بالعيد. السلام عليكم. كنشكر السي زمو على هذا الاستقبال اللي استقبلنا، وكنت زعما حاضر ما شفتش جنا، وكنت زعما حاضرو ساعمي شفت دوك الحميمات زعما حميمات في المستوى، وزعما نقول ليه زعما الله يكمل عليه بالخير، شنو نقول والله يسخر. وكما كتشوفوا معنا في الصوره هذا هو اللوفت، تم الانجاز ديالو في هذا السنه، لوفت جيد الله يسخر. وكما كتشوفوا معنا هذا هو البطل ديالنا زمو عز العرب رئيس جمعيه المنتدى التحدي في السلطان، والكاتب العام لاتحاد جمعيه الدار البيضاء الكبرى والنواحي. وكنتمناو له التوفيق في السنه القادمه بحول الله، وكنتمناو التوفيق
ايضا الاتحاد جمعيات الدار البيضاء الكبرى والنواحي في السنه القادمه باش يكون واحد المجهود كبير من بعض الجمعيات باش يتحدوا ويدخلوا مع هذا الاتحاد هذا باش يكون واحد المنافسه قويه ما بين الجمعيات وبين هاد الابطال هذا. وكما كتشاهدوا معنا في الصوره اللوف الجيد ديال هذا البطل ديالنا زمو عز العرب رئيس جمعيه ديال منتدى تحديد السلطان والكاتب العام لاتحاد جمعيات الدار البيضاء الكبرى والنواحي. كما كتشوفوا معنا الصوره اللوف جيد لهذا البطل هذا كنتمنوا ليه التوفيق في السنه القادمه بحول الله. الله يسخر. كما كتشوفوا معنا هذا هو اللوف بالنسبه للاناث. الله يسخر لي بيشوار كنديا. الله يسخر ليه. كما كتشوفوا معنا في الصوره وهذا اللوف بالنسبه للذكور. الله يسخر. تقنيات هائله لدى البطل هذا وكما كتشوفوا معنا في الصوره. وبالاسم ديالي بالعيد المنتقي الناطق الرسمي لاتحاد جمعيات الدار البيضاء الكبرى والنواحي نستودعكم الله والى اللقاء في مناسبه قادمه بحول الله ومع بطل اخر. الى اللقاء.